كيف نتعامل مع الطفل الداخلي للأشخاص في علاقاتنا؟ أوكي، أول شيء السؤال إيش هي هذه العلاقة؟ إيش هي هذه العلاقة؟ يعني خلنا نقول مثلاً مديرك في العمل قاعد يطلع الطفل اللي جواته، ما المفروض إنك أنت تتعامل مع الطفل؟ إحنا في العمل يعني ما المفروض إنه يكون في بزراء في العمل؟ طيب أنت تتعامل مع مثلاً، أو أنت تتعاملين مع أختك وتمر بظرف كثير صعب وقاعد تصيح وقاعد أقول لك أوكي الطفل الداخلي حقها طالع برا وهي تحتاج مساعدة، أقول لك محتاجة منك حب، محتاجة تشافي، محتاجة كلام حلو، محتاجة ضم، محتاجة دعم، محتاجة كذا. أو مثلاً تقولين لي والله أنا زوجي خسر في سوق الأسهم، يمر بظروف كثير صعبة وقاعد يقفل على نفسه ولا قاعد لا يتروش ولا هو مسؤول عن نظافته ولا هو مسؤول عن البيت وقاعد مفوت وقاعد. أقول لك أوكي تعاملي مع الموقف، عندنا يعني شخص يمر في قاع ويمر بحالة قاعد يبين الطفل اللي بداخل، أقول لك تعاملي مع هذا الطفل، محتاجة تقولي له كل شيء أوكي، كل شيء تمام، الموضوع بيعدي، إتس أوكي، مثل ما نتكلم مع طفل نقول له كل شيء تمام، ما في أي مشكلة. فيختلف، ما المفروض اني انا استقبل كل الاطفال اللي برا، لا في اطفال انت لازم تعلمهم انه انا ما اتعامل مع الطفل اللي جواتك، لا ممكن تنضبط وتعطيني الشخص الناضج اللي انا اتكلم معه، ما اتكلم مع الشخص الطفل اللي جواتك، ممكن تتكلم معي بطريقة ناضجة ويعني مسؤولة. ما المفروض ان هذا يكون دائما اني انا مطلوب مني اني انا هدد الاطفال اللي موجودين برا، بس مرات في بعض العلاقات عندي دور انا وعندي رساله على حسب هذه العلاقه. يعني زي ما انت مرات يكون الطفل الداخلي هو اللي يقود لما تكون في حاله قاع، لما تكون في حاله مشاعر سلبيه، لما تمر بظروف صعبه الطفل هو اللي يقود، وبالتالي في شخص برا راح يسوي يؤدي المهمة وراح يساعدك. فهذا هو اللي لازم انك انت توازنه، انه متى انا اسمح للاشخاص انهم يطلعون الطفل واني انا اتعامل مع هذا الطفل، ومتى اقول لهم يعني شخص جاي يبكي ويسوي لي مسرحية وكذا اقول له خذ منديل وروح غسل في المغسلة وبعدين تعال اشرح لي الموضوع. وش بيفهم؟ يفهم انه الطفولة هذه غير مرحب فيها، غير مرحب فيها. طيب قد تكوني مثلا مديرة في العمل وعندك موظف او موظفة، فجاي يعني مسوي طفل وانت موان، تقول له رح خذ مناديل وروح غسل في الحمام وخلص القصة وبعدين تعال اشرح لنا الموضوع بهدوء وباحترام، او اكتب لنا ايميل في الموضوع خلنا نشوف. خلاص هو يعرف انه ما في حد يهدد الاطفال هنا، ما في في الدوام، ما في احد يعني يهدد الطفل يقول خلاص هو بسم الله عليك والله ما قصدي، ما في. بس ممكن في البيت زوجك يهددك، زوجتك اوكي ممكن، بس اما طوال الوقت في احد يهددك لا طبعا، مو طبيعي هذا الشيء.